الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمتهم وفي رواية ولعامتهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين سيد الأولين والآخرين سيد الغرر المحجلين سيد الشفعاء يوم الدين وعلى آله وأصحابه أفضل الخلائق بعد النبيين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضله رواه الشيخان وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر أخرجه أحمد ورواه عبد الرزاق في مصنفه وقال صلى الله عليه وسلم لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن أخرجه أصحاب الصحاح وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي أخرجه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا تسبوا أصحابي لو أنفق أحدكم مثل ذهب أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة أخرجه البخاري إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون